مساء الخير، وبجدد التحية لحضراتكم في مساء الخير. وبيشرفني رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اللي بيقول هو بيؤيد فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة اللي الحكومة ناوية تفرضها بنسبة 10% وإن كان بتحفظ على التوقيت، موافق على فرض ضريبة 5% اللي الحكومة قالت هتعملها على الأرباح اللي تزيد عن 1,000,000 جنيه لمدة 3 سنوات. الراجل بيقول كمان ولو هنقلل جزء من أرباحنا لصالح الدولة إحنا هنعمل ده. طب والله الراجل جاي من الآخر. طيب خلينا جدد التحية بحضرتك وهنيك برضو على الجرافات المرة دي، بلاش المنديل. هل تأثرت استثماراتك مع القطريين بعد 30/6؟ لا يعني السؤال يتسأل. يعني صراحة أنا هي شركة ستيت القبضة فيها قطريين، فيها الشيخ محمد شريكي قطري، محمد بن سحيم، أيوه، وفيها 2 كويتة، استاذ عبد الله استاذ عصام. وده صراحه هم الناس ما قصروش امام، بل بالعكس كل الاستحقاقات. الكويت دخلوا امتى؟ لا لا من اول يوم. من امتى يعني؟ من بعد 30/6؟ لا 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 من زمان يعني. من ساعه ما عملنا حديد مصريين وهم مشاركين فيها. ولكن الناس ما قصروش خالص، وصراحه برضو بمنتهى الامانه الدوله هنا ما حدش يعني ما فيش اي ضغط من اي نوع من اي ضغط من اي مسؤول، ومنتهى الامانه بالعكس شايفيننا شغالين كويس جدا وفي تشجيع وما قابلتش اي ضغط. يعني هو برضه ما جبتش على السؤال، هل تاثرت استثماراتك؟ ما انا قلت لك كان عندهم 30/6 كان عندهم نعم او لا. كان عنده استحقاقات دفعها يعني؟ ما لا طبعا ما تاثرتش. لا لم تتاثر. استثماراتك شغاله في قطر يعني؟ انا ما عنديش استثمارات في قطر يعني مع القطريين. لا هو كل استثمار هنا في مصر. أنا كل استثمار 100%. مش قلت لك ما عنديش ولا حاجه بره مصر؟ انما الاستثمار حضرتك بقول لك هل هو كمل الاستثمار او كمل الاستحقاقات اللي عليه؟ حصل وكملها في شهر 12 بعد الثوره. الثوره يعني يمكن 30/6 ده في شهر 12. بيتردد ان استثمارات ايه بقيمه 4 مليار جنيه من محمد بن سحيم؟ المصانع كلها تبقى لا التقييم المصانع مش مهم يكون التقييم. المصانع كلها بكام؟ تقريبا من 5.5 ل 6 مليار. 5 و6 مليار جنيه. اه بس مش مهم بكام، المهم تشغل قد ايه، تضيف قد ايه للناتج القومي. اعلى تكنولوجيا معموله، اول مصنع في الصعيد اللي احنا ناسينه وان شاء الله يبقى ده اساس التنميه، في مصنع حديد حاجه للصعيد. واقول لك انت هتعمل فيه ايه؟ بس في مجلس اعمال قطر، حضرتك نائب رئيس مجلس الاداره. لا تقريبا كنت نائب رئيس وكان الدكتور محرم هلال رئيس. تقريبا المجلس ده مجمد يعني ما فيش خلاص بعد 30/6. لكن انت ما فكرتش تستقيل منه؟ هو انا ما هو مجمد اصلا، فانا ما بحبش الشو. انا استقلت، ما هو مجمد والاستقاله وانا عملت ناس محترمين. في كلمه واحده، ايه تقييمك للدور اللي عملته قطر ضد مصر بعد 30/6؟ والله لو عندي تقييم لكنت قلته. انا مش عارف يعني، انا هتجنن زي كل المصريين، مش فاهم. ثوره حقيقيه حصلت، لازم تقف مع اختيار الشعب المصري. ما اعرفش، بس كل واحد بقى لي. انا ما اقدرش ما اعرفش، دي بلد ما اعرفش. بس انت مصري. طبعا. واللي يمس بلدك هو انا يعني تقول رايك فيه. طب ما انا هو حضرتك ما بتقوليش، بتقول لي ايه تقييمك؟ تقييمك تقييم. انا لو سالتك سؤال هقول كلام بس ما ينفعش اقول. لا انا راجل، انا كلامي ما مش مهم بيبقى بالشتيمه. بس تقييمي طبعا مش موافق على ولا حاجه. طبعا ثوره وثوره الثورات، واللي يقف ضد مصر في هذه الثوره يبقى هو مش فاهم طبيعه الشعب المصري. امريكي، قطري، هندي، الماني. فانا مش مهم ان انا لساني يعني قدام الكاميرا كمان مش هيبقى طبيعي. بس ايدت القرار اللي خدته السعوديه والامارات والكويت لما سحبوا السفراء؟ لا ما دي حاجات بقى انت هم ليهم طبعا ظروف. انا هدخل في خلينا في مصر. انا اقدر بس احنا سقفنا في مصر. ما هو دليل على اللي انا قلته قبل ما حضرتك تطلع فاصل، لازم نبقى في العالم العربي كده. يعني انت كنت ضد ده؟ هو عمر حاجه عمر في سفراء اتسحبوا من دولة خليجية مع عمرها ما حصلش في التاريخ. يبقى معنى كده ايه؟ حاجة كبيرة عملتها قطر. انا ما اعرفهاش ولا انت تعرفها على فكرة. ولكن انا اعرف انها ضد مصر والسعودية ومصر حتة واحدة. لا السعودية ومصر والامارات وكل الوطن العربي وقطر لازم كلنا نبقى حتة واحدة. نعم. بس انت لا انت ما يعني في لو مش واحدة واحدة في خطر علينا.
فقرر دول ان هي تعمل كده عمره ما حصل، يبقى في حاجه غلط. بس انا كمواطن مصري ايدته. ما هو انا كمواطن مصري مع انت حضرتك برضو لازم اي حد ضد ثوره 30 فهو مش هو غلطان ولازم يصلح موقفه، لازم 100% لازم يصلح موقفه. لازم. طيب نسبه القروض في حجم استثماراتك قد ايه يا استاذ احمد؟ احنا دافعين اكويتي كتير يعني احنا او لا مش عايز بقى انجليزي كده ونقعد وخلي البساطة يعني هو عملي. هو ال 6 مليار كم منها قرض؟ احنا دايما بنتعامل يعني القروض بتبقى الطبيعي منها في من 30 70 في 60 40 احنا تقريبا 55 45 تقريبا يعني 45 قروض العكس 55 قروض يعني. بس على فكره مليار. على فكره ده انت بتتكلم على يعني استثمارات في وقت ما فيش فيه اي حد بيعمل استثمارات. طيب احمد ابو هشيمه، مع قرار الحكومه برفع الدعم عن المصانع كثيفه استهلاك للطاقه وعلى رأسها مصانع الحديد؟ طبعا منظومة الدعم كلها لازم تتغير. الدعم لازم يروح مستحقيه، ولكن قدامه اعمل ايه؟ يعني لحظة عشان نأكد، حضرتك مع القرار انهم يزودوا اسعار الغاز اللي بتجيلك؟ على فكرة لكن على فكرة الناس برضو فاهمة، لازم تفهم ان الغاز بدولار ده بيروح للكهرباء. ما بيروحش للمصانع. احنا بندفع 4 دولار وبتوع الاسمنت بيدفعوا 6 دولار وبتوع الاسمدة يمكن بيدفعوا برضو 6 دولار. وممكن الغاز يوصل 7 و8. هي القصة في ان انت حضرتك الدعم منظومته غلط. انت كنت بتدعم كل الناس، وكان يعني مثلا رغيف العيش بتدعمه ب20 مليار جنيه، 8 مليار مهدرين. طب مين اللي فانت لازم تعيد المنظومة بالكامل. بس قدام ده انت رفعت الغاز والكهرباء والمية، طب الصناعة تنهار؟ لا، الصناعة لازم تقوى، وزي ما قلت لحضرتك صناعة في مصر لازم يقوى. عشان كده بطالب بحوافز استثمارية، منها فرض رسوم على اي سلعة موجودة في مصر صنعة في مصر طالما هي بنفس الكفاءة والمنتج بنفس الكواليتي او الجودة العالمية. لو سمحت يا دولة افرضي رسوم اغراء او جمارك. يا اخي في حاجة يعني انا ادفع على المصانع ضريبة مبيعات وجمارك، والحديد اللي داخل لي تم الصنع من تركيا اللي بتحاربنا من غير ولا جنيه جمرك، ده مين يرضى بكده؟ هقول لحضرتك ما تنساش ان انت في يوم من الايام كنت مستورد وبتستورد هذا الحديد يا فندم. هل لما بقيت صانع بقيت ضد بقى المصلحه بتاعتي كمواطن يا فندم؟ لو سمحت لا، برضه الثقافه لازم بقى ما انا وافقت على كل رفع ده برضه مش انت عايز تنهار. طب خلاص ضيع الصناعه وضيع الجنيه، وخلي الجنيه يوصل الدولار يوصل ب 30 جنيه يا جدع. زي ما انا بوافق على كده ادي الصناعه حقها. لازم تنمي صنعه في مصر. انت حضرتك كاعلامي قول صنعه في مصر، افتخر انت كده بتهد الصناعه. يعني عايز التراكم. يعني احنا اقوى اقتصادنا اقوى من امريكا؟ لا. طيب من شهر فرضت امريكا الحكومه الامريكيه فرضت رسوم 100 دولار على الحديد التركي والمكسيكي. ليه؟ هم بيخافوا على صناعتهم، واحنا بقى اقتصادنا ما شاء الله. طب انا كمستهلك اعمل ايه مع سلعه مصريه عماله تتباع لي قد كده وانا قدامي فرصه هتتباع لك ب 30,000 جنيه طن لو التضخم زاد وما قوتش صناعتك وبقيت هي اللي بتقضيك وتصدر. ما انت مش هتاخد كل حاجه. هي القصه الحديد اصلا غير الاسمنت، عشان بس انا بدافع على الحديد عشان فعلا والله هو غير الاسمنت. الحديد كله مدخلاته من الخارج، فهي كلها بالعمله الصعبه، والحديد في العالم كله اسعاره متفاوته. اغلى سعر حديد من اقل سعر حديد مش هيزيد عن 15 دولار. طيب هرجع لقصه الغاز. حضرتك تؤيد قرار رفع الدعم عن اسعار الغاز للمصانع؟ هو تقريبا مرفوع بس لسه هيترفع تاني. لا ما انا قصدي حضرتك كمستثمر تؤيد هذا القرار؟ انا مش اؤيد، انا عايز اخفف من الدوله الاعباء اللي هي المعجز في الموازنه 288 مليار بعد ما عملت كل ده. 280 بعد ما كمان شلت الدعم بتاع الطاقه. يعني حضرتك توافق السؤال، هل انت بتحملوني كمواطن؟ مش هحملهولك كمواطن. لا انت كمصنع هتاخد الزيادة دي تحملها على طن الحديد وانا اللي بتحملها في الاخر يا فندم. لا ما انا بفهم منك. لا انا مش هي حديد. مش كده هي مش كده ابدا. حضرتك لما انت قارني بالمستورد السعر المستورد اللي هيجي من بره، ايوه انا اغلى ولا هو ولا لا؟ لا انا حتى لو انا انت شلت عني الدعم هستمر بنفس السعر على الاقل. على الاقل بنفس السعر. طيب يبقى المنتج المصري يتباع الاول ولا الاجنبي؟ المصري لازم ابيعه. طيب انت على اي اساس بتفرض جمارك على وانا بعمل بقول لك مصنع سلع راسماليه بحطها بعمل مصانع عشان نشغل عماله و و و و تفرض عليه جمارك والمنتج التام الصنع معلوش جمرك؟ حط 5%. طيب ايه 5% يا فندم؟ 250 جنيه.
في الطن. انت عارف الشقه انت رقم 2 في الحديد في السوق في مصر ده لسه لسه لما نخلص مصانع. انت كام دلوقتي؟ لا احنا دلوقتي حصتنا 10%، هنوصل بعد كل المصانع ل 22 من 22 ل 25 تبقى رقم كام؟ يعني هنبقى تقريبا عز الدخيله والثلاثه التحيين يعني تقريبا قريبين من بعض كلنا. احمد ابو هشيم رجل اعمال وانت عضو من مجتمع رجال الاعمال، هل مجتمع رجال الاعمال خايف من توجهات الاقتصاديه للرئيس الجديد بمنتهى الصراحه؟ الرئيس الجديد انا يعني رئيس وطني وكل الناس هي اللي عايزاه، واولهم كان رجال الاعمال. ازاي انا بتكلم على التوجهات الاقتصاديه ازاي بس هيخاف وهو اصلا كل رجال الاعمال قالنا ثقه رجال الاعمال، ثقه رجال الاعمال العرب حدش الخليج لا 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 خالص. انا متهيالي كل اللي بشوفهم مش قلقانين، بالعكس متفائلين. لما حضرتك ما حضرتش اجتماع السيسي مع رجال الاعمال إيه؟ لم توجه لحضرتك دعوه؟ هو كان اتحاد الصناعات وانا برضو عشان ما استفزش اي حد انا ولا في اي حاجه ولا في اتحاد الصناعات. انت مش عضو في اتحاد الصناعات بحجم استثماراتك دي 6 مليار امال انا استثماراتي 100 جنيه ابقى عضو اتحاد ازاي؟ ما تقعدش تقول 6 مليار الناس تفتكر ان انا بمتلك 6 مليار. لا 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 انت معاك كويتا وقطريين اهو وربنا يجيب سعوديين وربنا يجيب مستثمرين الاجانب طبعا. بس هتطرح اسهمك في البورصه الاول ان شاء الله قريب لما نخلص المصانع ان شاء الله مش دلوقتي. لا الناس مش خايفه، الناس مش قلقانه، الناس متفائله. حصل بلبله في الموضوع ده اللي هو ال 100 مليار بس ده. مين اللي اختار حضور رجال اعمال؟ ما انا بقول لحضرتك مين اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات هم اعضاء. طب ليه ما اختاروش حضرتك؟ هو الراجل مش مجبر يقعد مع كل الناس يعني ليه؟ لا لا ازاي سيسي كل بيجري قبله لا لا خالص فما تجيليش دعوه وكده لا لا خالص ما خفتش يعني ما خفت قلقت يعني ازاي انا ما باكلش قريب السلطه كده؟ انا مش قلت لك الحمد لله بعد رضا ربنا عليا وابويا ربنا يشفيه وامي انا راضي عن نفسي فدي اهم حاجه فانا عندي ثقه في نفسي قلت لك لا طبعا ما قلت خالص ده كويس. خليني بقى اتجهز اجابه لهذا السؤال بعد الفاصل. في الملف الاقتصادي ما الذي تود ان تقوله للسيسي في الملف الاقتصادي؟ نطلع فاصل.